فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سقط الفأر في خزان مياه العمارة فهل ينجس الماء الذي فيه؟ إذا كان الماء كثيرا فلا ينجس، أما إذا كان قليلا فإنه ينجس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.